35 دقيقة بعد 7 متاع الصباح. سوزان المستير المهدية إن شاء الله بالبركة في المطر هذا. يعطيكم الصحة اللي اخترتوا تونسونا من 6 حتى للتسعة. نجمة صباح على نجمة اف ام. حديث التوانسة الكل اليوم حول المطرة اللي قاعدين نعيشوا عليها والغيث النافع الحمد لله ربي. ميدانيا فريق كامل مش يكون موجود في اهم النقاط. سوسة المستير المهدية باش تكون عندنا متابعة للاوضاع البنية التحتية. منى يعطيك الصحة الحقيقة برشا جرين تا وقليب كبير وقت اللي قالت لنا باش نخرج ونعطيكم معاينة صغيرة ونسولكم شنو هو اللي فما. منى بونجور. صباح النور الحايم، صباح الورد ليك وللناس الكل. اي متابعه ميدانيه اليوم صحيح حكم كما قاعدين نشوفوا الناس اللي خرجت وقازت ربي للخدمه وقد شدت ثنيه سورتو في الكراهب والتاكسيات. تعرف مليح مليح البنيه التحتيه اللي كنت تحكي عليها انت. الحقيقه في حي رياض بنيه تحتيه ناس الكل تعرف مشاكلها من قبل نادينا بها، لكن للاسف اليوم مازلنا وين اول مطره صب لازم تغرق حتى كان القنطره الجديده ماهيش الحل. احنا لهنا موجودين تو بعد تشوفوا التصاور على الباج فيسبوك نجمة فيم ان شاء الله وتشوفوا الفيديو حتى اللي هبطوا. ابعد نقطه كنت نجم توصلها وقت اللي خرجت من استوديوهات نجمة فيم، ابعد نقطه نجم توصلها بالماء هذا؟ أبعد نقطة كيفاش الحي معودلي؟ أبعد نقطة كنجم توصلها كي خرجت من راديو نجمة بكري بشوية حي رياض كهو معاش نجم تفوت حيزور امبوسيبل. أبعد نقطة معاش نجم امبوسيبل دون امبوسيبل زيد على خاطر الحقيقة الماء مغرق الدنيا كل هنا والعبيد اللي شاد ثنية ثنية رمبوان لزيت وإلا حي رياض لول تعرفني وتفهمني منيح على شنو قاعدة نحكي. رياض القفز بامتياز حصيره اليوم العبيد الكل يتنقص الترانسفور ما نحكي لكم غياب شبه غياب خليني نقول العبيد اللي خرجة في ثنية واللي ماشية لخدمتها تعرف الإشكال هذا. على كل هي مشاكل بالجملة قاعدين نحكيه عليها اليوم حكينا عليها قبل لكن ما تبدل حتى شيء. هنا نستنى ديما أول مطرة باش نعاود وزيد نحكي ونقوله جديد وما يتبدل حتى شيء. نتفيل ونستفيل بالفيل الباهي ميسالش المطرة دي مع أول الأسبوع حاجة ماهيش باهية ميسالش هو الغيث النافع أنا ديما نقولها المطر يفرح بها الفلاح إن شاء الله يا ربي السنة برشا خير لتونس والفلاحة تحرك أمورها. ألا غالب المواطن اليوم ولا يخاف منها المطر، ألا غالب برشا أحياء توصل تغرق كريمان دونك هذيك علاش احنا نحكيه بشوية تشاؤم هكا كما قلت انت ما فيها بيزة دا نستبشروا كل خير إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نستنى فيك انت يا مش جينا كالعادة وناخذ جميع التصاور والصور والفيديو الموجودين. حالة سوسة المدينة حاليا بالغيث النافع هذا كان موضوعنا وانت قاعد تسمع فيا توا على البوند اف ام والا كونكتي معنا سمارت فون تحتك مالي كان تبعث لنا تصويرة زوز واحنا نقولوا تصويرتك انت وتكتب لنا وتبوستينا منين جات التصويرة. اهلا وسهلا بكم. فما جديد في الكيب بالنسبة للماتينال من 6 حتى للتسعة، بعد شوية باش تعرفوا اخر جديد وليكريتمون اللي عندنا اليوم في فريقنا باش يكون حديثنا من بعد شوية. منى حاضرة برشا موزيكا كالعادة عم تفيك المطر منى سلكت امورك الناس الكل. هذه الموزيكا اللي اخترتها لكم من عند اليسا اهلا وسهلا بكم. هذه نجمة الفن